كثير من السيدات وخاصه الموظفات اللي ما عندهمش الوقت وتيخافوا على انه يديهم تبقى كحله بديك النقيه ديال الخرشوف. فكاينه واحد الطريقه اللي هي سهله باش نقيو الخرشوف او القناريه كيف تيسميوه كثير من المناطق. فباش يجينا سهل غادي ناخذوا الحلفه الغليظه ديال السلك ديك اللي ما كتصديش اللي كنحكوا بها المواعن ديال الاينوكس وناخذوها ونحكوا بها دوك العواد ديال الخرشوف بعد ما زونا لهم الوراق وكنبقاو نحكوا بالطول. يعني كنبقاو نحكوا بهذيك الحلفه الغليظه ديال السلك يعني بالطول ديال الخرشوف وحنا غاديين دوك السيقان كاملين ديال الخرشوف حتى كتجمع لينا في هذيك الحلفه ديال السلك تجمع لينا كاع ديك القشره ديال الخرشوف. ومن بعد كنغسلوه بطريقه العاديه وكنديروه في واحد الاناء اللي فيه الماء والحامض. فهذه هي الطريقه اللي غادي تهنينا من تنقيه ديال الخرشوف او للقناريه يعني بلا تمره وهكذا حتى السيدات كيبقاو محافظين على يديهم.